السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام نتحدث فيها عن الوقاية والحماية والتدخلات والملاحقة القانونية. هذه المصطلحات كانت محاور الاستراتيجية اللي رسمتها الحكومة الحالية في مناهضة العنف ضد المرأة. المرأة الشريك الأساس وصنو الرجل في الحياة، وهذا بتأكيد رئيس الوزراء في مؤتمر إطلاق حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضدها. فمسؤولية الدفاع عن وجود المرأة وشرعية مكانتها وإغلاق مسامات التفاوت بين الفرص لكلا الجنسين تحتاج إلى إنفاذ القانون وسلوك منهج التطبيق للحيلولة دون استمرار هذا التمايز. المرأة وبالأخص العراقية تحتل مكانة خاصة في سلم التنمية والريادة، ومن الأهمية تعظيم صمودها في المواقع القيادية والسيادية، وهذا ما بدا واضحا في لمسات الحكومة الحالية. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة راح نتحدث في حصاد هذه الليلة عن العمالة الأجنبية السائبة والرخيصة اللي زادت من نسب البطالة بمستويات كبيرة وحدت من فرص العمل للشباب العراقي في الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية، فضلا عن كونها تمثل قنبلة موقوتة لما تحمله من مخاطر أمنية وتهديد حقيقي للاقتصاد واستنزاف العملة وتهريبها إلى الخارج. وأمام هاي الأسباب فإن وزارة العمل تحركت باتجاه غلق منافذ توريد هذه العمالة من خلال إيقاف منح الإجازات للشركات المرخصة بتشغيل العمالة الأجنبية إلى حين وضع آليات دقيقة تضمن تشغيل العاطلين عن العمل من العراقيين بدلاً من إعطاء هذه الفرص لغير أبناء البلد. مشاهدي الأحبة خلونا نتابع في ملفاتنا ونناقش هذه الملفات مع ضيفنا الكرام خلال حلقتنا لهذا اليوم من حصاد الأيام. تفضلوا بقاء ويانا ومتابعة. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج حصاد الأيام، نتحدث به عن محاور مهمة ونبدأها في محور المرأة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الكريمتين الدكتورة ندى العابدي الباحثة والأكاديمية ضيفة كريمة في الاستوديو. أهلا بك دكتورة، حياكم الله. وكذلك أرحب بالسيدة كوثر العتابي عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني، تنضم معي عبر سكايب من بغداد. أهلا بك سيدة كوثر. وأيضا ستنضم معي عبر الهاتف الدكتورة يسرى كريم مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أن يتم تأمين الاتصال. جودة ترحابي بحضرتك دكتورة ندى، نتحدث عن دور المرأة العراقية. خلينا بصراحة ما نروح إلى الريادة وهذه المسائل، نريد أنه نكون بمصاف الدول. خلينا نرجع خطوتين إلى الوراء، نتذكر حربنا مع داعش، بالتالي كانت هنالك عدة فئات من النساء، نساء ثكلى في مناطق الوسط والجنوب قدمنا أبنائهن للتضحية، ونساء مهجرات ونازحات، بالتالي بالإضافة إلى حتى الأيزيديات وما حدث من السبي وغيره، هنا المرأة العراقية عانت ما عانت وبشتى الظروف. كيف نقيم دور المرأة بعد أن مرت بهكذا ضغوطات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لحضرتك أستاذ أحمد، وتحية لي ضيفاتك الكريمات، ومبادرة جيدة وحقيقة بداية موفقة أن تبدأ الحكومة باكورة أعمالها بأن تنظم أو تنطلق مؤتمرات تتكلم عن طبيعة النهوض بواقع المرأة العراقية، وأن تكون
هذه القضية في أولويات الحكومة العراقية، أولويات عملها للفترة القادمة، وكما أكد على ذلك السيد رئيس الوزراء. إذا أردنا أن نقيم المرأة العراقية، حقيقة يمكن المرأة العراقية تتميز بخبرتها الطويلة في إدارة الأزمات، هذه الخبرة المتراكمة منذ بدايات القرن العشرين وصولا إلى حقيقة ما جرى على العراق من هجمة إرهابية من قبل داعش واحتلال للمناطق ونزوح للمدنيين، وما عانه هؤلاء المدنيين من عمليات تهجير قسري وقتل جماعي، وإضافة إلى ذلك دور المرأة في حماية المدنيين في هذه الأماكن التي عانت من الصراع والأماكن الأخرى اللي تعرضت للصراع الطائفي، فضلا عن الدور المعضد والمساند للمقاتلين على الجبهات، سواء جبهة القتال المباشر مع داعش أو جبهة المواجهة الفكرية داخل المجتمع. لعدة أسباب المرأة نسبتها في المجتمع العراقي تزيد على 60%، وكما ذكرت لحضرتك الخبرة المتراكمة في إدارة الأزمات من الحروب اللي خاضها العراق، من الحصار اللي مر به العراق، فالمرأة توارثت وأصبحت عندها تراتبية في قضية إدارة خيوط الأزمة بعد أن تراكمت عندها الخبرة لسنوات طويلة، وبعد أن أصبحت هي الحقيقة المعضد والشخص الذي يستطيع أن يملأ مكان الرجل في حال غيابه، سواء على جبهات القتال أو في حال فقدانه أو استشهاده. طيب. فهذه الخبرة طبعا عضدتها أو ساندتها خبرة المرأة الإدارية. نعم. لأنه تعرف حضرتك في فترة الحصار يمكن صار عزوف كبير من قبل الرجال بالعمل في دوائر الدولة، فأصبحت نسبة كبيرة من النساء تدير دوائر الدولة، ولله الحمد الإحصائيات الأخيرة واللي بينت أن الدوائر اللي تديرها النساء تكون بها أقل نسب من الفساد الإداري. فضلا عن ذلك إقبال المرأة الشديد على الدراسات العليا، عندنا كم هائل وعدد كبير جدا من النساء العراقيات الحاصلات على شهادات عليا في مختلف التخصصات، فضلا عن دخولها ويمكن تخطت الخطوط اللي كانت موضوعت لها والتابوهات اللي كانت موضوعت لها للعمل في أماكن معينة، مثلا وزارات الدفاع والداخلية. طيب. والإعلام. نفرض أن موضوع على خصوصا المرأة في مناطق النزاع سواء في الحماية أو في فك الاشتباك، دعيني دكتورة أجدد ترحابي السيدة كوثر العتابي. سيدة كوثر، نتحدث عما جاء في استراتيجية الحكومة لمناهضة العنف ضد المرأة من وقاية وحماية والتدخلات والملاحقة القانونية، ورئيس الوزراء طلب أن تتحول هذه المفاهيم إلى تطبيقات عملية تكون الحكومة مسؤولة عنها بمساندة منظمات المجتمع المدني والأطر الاجتماعي، ونعرف منظمات المجتمع المدني تنضم معها المنظمات غير الحكومية، الأحزاب وغيرها من هذه التشكيلات. هل أن المرأة أخذت دورها في منظمات المجتمع المدني وعملت على تمكينها لاستلام زمام السلطة والمبادرة في الأماكن القيادية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولضيفك الكريم والأخت الدكتورة في الاستوديو. صراحة أولا نشكر قناة الأيام على هذا البرنامج المهم في هذا الوقت المهم. أيضا احنا كما نشهد في الحكومات السابقة، نعم بالفعل هنالك تصعيد دائم إلى دور المرأة وحق المرأة والمناشدة بالموضوع العنف ضد المرأة، لكن لم نلمس شيء واقع من الحكومات السابقة بإنصاف المرأة في التمكين الحكومي، سواء في المناصب التنفيذية أو في الوزارات أو كمدراء عام. هنالك مشكلة حقيقية، هنالك نسبة قليلة من التمكين الحكومي، كذلك لم نشهد هنالك ظهور كثير من القوانين بصالح المرأة. اليوم احنا يعني نجد الحكومة الحالية، حكومة السيد السوداني، هذه الحكومة تتميز بميزات
يعني جيدة باعتبار مساحة برلمانية رصينة، إضافة إلى وفرة مالية، إضافة إلى انطلاقة من بداية الحكومة بانطلاقة يعني نعتبرها لحد الآن هي انطلاقة مدروسة وصحيحة. نطلب من جناب السيد السوداني أنه هو مباشرة يعني بتركيز من جنابه بصورة مباشرة باهتمام موضوع المرأة ووجود المرأة وتمكينها في المناصب الحكومية، هذا جدا مهم باعتبار اليوم المرأة. نعم. إذا نجي هسه احنا نشوف وضع الأخوات البرلمانيات بعدد 96 برلمانية في القبة البرلمانية، هذا العدد هو واحدة يمثل يعني مكون أغلبية، يعني إذا يكون هناك اتحاد بين النساء البرلمانيات باعتبار عدد 96 ممكن أن يصوتن على أي قرار في قادم الأيام ويمضي هذا القرار باعتبار مكون أكبر، لكن وجود المرأة بصورة يعني مقسمة ما بين الكتل هو هذا يضعف قرار المرأة في قبة البرلمان. نحتاج إلى تشريع القوانين ومن ثم إلى تمكينها في المواقع التنفيذية، هذا جدا مهم. اليوم إحنا المرأة العراقية محتاجة إلى قانون تسلح به، هذا شيء يعني ضروري وغطاء للمرأة بما مرت فيه وما استعرضته الدكتورة الآن، هو هذا واقع المرأة العراقية اللي مرت فيه، فبالتالي يجب أن يكون هنالك تشريع قوانين مع المرأة. طيب هذا ليس فقط رأي حضرتك بل حتى رأي الطائر اللي يغرد يعني بجانب حضرتك أيضا يؤيد المرأة ويساندها في هذا التوجه. وهنا عتب نقدم من قناة الأيام الفضائية بعد أن ما يغرد بهذا الوقت لكن يساند كلام المرأة بالتأكيد هو مع المرأة، ولكن نتمنى المرأة أيضا تكون مع المرأة لما ضبطوا الأخوة في العلاقات الاتصال مع سيدة دكتورة يسرى كريم مدير عام دائرة إذا تسمحي لي سيدة العتابي. سيدة العتابي إذا تسمحي لي خلينا أعتب على المرأة، مو إحنا أنا هسه بيناتكم كوتة ثلاث سيدات وأنا هسه الرجل الوحيد اللي بيناتكم كوتة. اسمحي لي سيدة كوثر لو سمحت لي سيدة كوثر نعتب على الدكتورة يسرى العبادي مدير عام دائرة تمكين المرأة لما ضبطنا وياها الاتصال وتكون ضيفتنا عبر الهاتف، اعتذرت قبل قليل وما أعرف يعني هسه احنا ناخذ موضوع المرأة حتى المرأة لا تحكي عن المرأة ما أعرف ليش. دكتور نادى العابدي نحكي في موضوع حماية المدنيين، هذا الموضوع حساس جدا، بعض العوائل ربما تتعرض في بعض المناطق إلى تفتيش أمني عدم وجود المرأة في مصاف القوات الأمنية، كيف يكون شكل تعامل هذه القوات الأمنية في حال لو تخيلنا بأنه لا توجد من ضمن هذه التشكيلات أو الفرق الأمنية معهم من السيدات سواء المنتسبات أو الضابطات؟ أستاذ أحمد لا يخفى على حضرتك أنه من أولويات حقيقة البنود اللي دعت لها هيئة الأمم المتحدة وخاصة فيما يخص حقوق الإنسان هو حماية المدنيين في مناطق الصراع وخاصة أثناء وبعد الصراع، وهذا الأمر يشيرنا إلى ما تعرضت له المرأة تحديدا في العراق في فترات الصراع والفترات التي تلت الصراع. أول وأكثر من دفع الثمن في قضايا الدفاع عن حقوق المدنيين وفي قضايا النزوح أو الهجرة أو السبي أو الاعتداء الجنسي أو الاعتداء الجسدي، أول من دفع هذا الثمن كان هو للمرأة الحظ الأكبر والأوفر، لذلك هي كانت حقيقة تعاني بعدة اتجاهات، منها هو قضية الاعتداءات اللي ذكرناها، ومنها أيضا هو دورها المحوري في حماية الأسرة. يعني اليوم نشوف أنه مخيمات النزوح تضم عدد كبير من النساء، والنساء في هذه المخيمات لديهن مهام كبيرة جدا، يعني قسم بهم هم اليوم يساهمون في الدعم الاقتصادي للأسرة وحماية الأبناء ومساندة الزوج، فضلا عن مكابدة الظروف الصعبة اللي يعيشوها في مواسم الحر والبرد. هذا يدعونا إلى أن تكون هنالك حقيقة نهضة حقيقية باتجاه دعم المرأة وعلى الأقل توفير الدعم النفسي والمساندة
والتأهيل النفسي بعد الصراعات اللي مرت على البلد، واللي كانت المرأة إلها يمكن كانت هي المصد الأكبر لهذه الصراعات بعد تعرضها لأنواع مختلفة من الإرهاب. يعني يكفي الإرهاب والرعب النفسي اللي تعيشه المرأة وهي تشوف زوجها يقتل أمامها أو يعتقل أو يتعرض للابتزاز من قبل الدواعش، أو أن يتم الحقيقة استخدامها كسلاح للضغط على الرجال، على زوجها أو ابنها أو أيا كان. طيب. حتى بالنظام السابق أستاذ أحمد كانت المرأة حقيقة تدفع ثمن ما يقدم الرجل، سواء إذا كمعارض سياسي أو حتى في القضايا العشائرية. تدري حضرتك عندنا موضوع الفصلية، الرجل يقتل وتعطى المرأة كنوع من البدل أو نوع من الترضية لأهل القتيل. فهذا الأمر الحقيقة يعني يخلينا أنه إحنا المفروض مو كنساء ندعم بعضنا البعض، مع العلم أنا يعني أجد ربما أجد عذرا حتى لنقول النساء ما يدافعون عن النساء، قد أجد عذرا للدكتورة يسرى كريم ربما انشغالها أو ربما ظروفها، واليوم كان عندها مؤتمر لساعات طويلة. هذا ينطينا عذر أن نساند النساء كنساء إحنا، حتى لا تبقى علينا السبة والتهمة اللي تقول أن أول من يعني لا ينصر المرأة هي المرأة نفسها، وهذه حقيقة يمكن أسبابها ترجع إلى عقد. والله دكتورة إحنا أبناء الدليل، يعني إحنا ضبطنا ويا الدكتورة يسرى وباللحظة الأخيرة اعتذرت. خلينا تسمحي لي دكتورة ندى أن أنتقل إلى السيدة كوثر. سيدة كوثر، يوم نتحدث عن مقاعد المرأة الوزارية، هل يعني كانت بالمستوى المطلوب بعد أن تسنمت نساء عديدات، وزارة الاتصالات، وزارة المالية، وزارات أخرى، بالتالي اليوم الدور القيادي للمرأة فضلا عما تحدثت عنه في البرلمان، الحكومة أيضا تشكلت من نساء قياديات استوزرا بعض الوزارات؟ نعم بكل تأكيد، هنالك يعني مثل ما نوهت أنه هذه الحكومة يعني بدايتها مو مثل باقي الحكومات السابقة، باعتبار إحنا عندنا جانبين أو ثلاث جوانب مشرقة باعتبار لبداية وجود المرأة في الحكومة العراقية. إنه الجانب الأول وجود الأخوات البرلمانيات، الجانب الثاني وجود القياديات في الوزارات. أيضا اليوم وجود السيد رئيس الوزراء في مؤتمر اللي حضره، في هذا المؤتمر يمكن يعني رئيس الوزراء الأول إنه يحضر هيك مؤتمر، ما صار عندنا سابقا بهذا المؤتمر يحضر نفسه رئيس الوزراء بنفسه، وبالتالي يذكر المرأة بخير ويتوعد أنه المرأة يكون لها الجانب الأكبر في هذه الحكومة، إضافة إلى أنه وعودها بأن تكون لها الوزارة السيادية. هذا كل الأمور هي بجانب المرأة، فإحنا نحتاج أنه هذا الموضوع ما ينقطع. اليوم إحنا المرأة للحكومات السابقة، إحنا ما نحتاج المرأة تدافع عنها المنظمات المجتمع المدني، لا هذا مو صحيح. اليوم إحنا المرأة هي تمثل، يفترض تكون النصف مع الرجل، فما ممكن أني أركن المرأة وحقوق المرأة لمنظمات المجتمع المدني. أنا اليوم أحتاج قرارات بصالح المرأة، تقوية المرأة. اليوم إحنا إذا روح للمحاكم العراقية ونسوي فد استبيان أو نسوي فد نقول معايشة لمدة 3 أيام أو 4 في المحاكم العراقية، فنحكي فد كلام واقعي، يعني من واقعنا الحقيقي، مو كلام انه اطلق شعارات. انا ما محتاجه للشعارات، اجي على الكلام الواقعي موجود في المحاكم. اجد اليوم نسبه الطلاق نسبه فوق يعني العدد المعقول بالنسبه للمرأة، بسبب انه الوضع الاقتصادي للرجل، الامور اللي مرت بها شبابنا، هذا كله اثر على الحياه الاسريه في المجتمع العراقي، بالتالي الطلاق صار كل شيء بسيط وكثرت عندنا نسبه المطلقات، اضافه الى الأخوات الأرامل وأصحاب الشهداء. يعني مشكلة صراحة، اليوم الأرملة تعاني ما تعاني في المحاكم العراقية، في إكمال المعاملات، في تثبيت حقوقها، حتى في سبيل أنه مثلا عندنا مشاكل كبيرة، أكو نساء ما قاعد تقدر تتطلق بسهولة من الرجل. السبب أنه أكو ضوابط وأكو قوانين جدا بإنصاف مع الرجل، وهذا مو صحيح. إحنا نحتاج إلى السلطة القضائية، نحتاج إلى السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية،
كلها تنظر إلى المرأة بنظرة أخرى، بنظرة واقعية. أنا ما أحتاج تجيني المنظمات تساعد المرأة صاحبة الأيتام، وإنما المفروض إحنا نجي نقدر نبني فد مجمعات سكنية بأسعار أقل تحت الشعار إنه تكون للنساء اللي عندهم طيب. أصحاب أيتام. يعني هذه مو فد صعبة إنه إحنا نشاهد مجتمعنا. أبدي أقلل شوية من الضغط. ما طرحتيه سيدة كوثر، خلينا أعكسها للدكتورة ندى العابد. دكتورة ندى تطلب السيدة كوثر العتابي أن يكون هنالك مواجهة عبر مسالك قانونية اجتماعية، تكون هذه المسالك قوية ومستدامة من أجل تمكين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة. بالتالي نتحدث عن الكثير من الجزئيات، الابتزاز الإلكتروني من جهة، قانون 57 من جهة أخرى، وحضرتك لديك اشتغالات على هذا الملف، والكثير من الأمور القانونية سواء التي قيد التشريع والتي شرعت. نعم، يعني هي حقيقة أكيد إحنا مثل ما صار تغيير بالعراق وصارت هنالك يمكن ثورة على مستويات عدة بالتكنولوجيا بالانفتاح على العالم، أكيد نحتاج أن نواكب هذه الحداثة بتغيير القوانين تبعاً وتكييفها تبعاً لطبيعة المجتمع العراقي ذو الأعراق، ذو الترابط المجتمعي، ذو القيم الأخلاقية العالية. مو معناتها نجيب قانون من دولة أجنبية عادات تقاليد أعراف تختلف عنا ونجي نستنسخ نصاً على مجتمعنا العشائري المتماسك اللي تحكمه منظومة قيمية وأخلاقية ودينية. لا بأس بأن نغير القوانين، لأن معظم قوانيننا هي قديمة بال69 أو قبلها، الوقت تغير، الوضع تغير، الناس تغيرت، فنحتاج أكيد نواكب هذه الحداثة. وأكيد هي القوانين قوانين وضعية تناغم قوانين السماء مع موائمة للمتغيرات والتحديات اللي تواجه المجتمع ككل واللي يواجهها العالم. أنا أشوف حالياً أكثر ما نحتاجه هو أو أغلب مشاكلنا هي مشاكل اجتماعية. يعني إحنا عندنا مشكلة بالفكر الاجتماعي، إذا ما نهضنا بالمجتمع أكيد راح المجتمع هو اللي راح يبدي يغير منظومة القوانين، يبدي يتصرف وفق المستحدثات سواء ابتزاز إلكتروني. معظم حالات الابتزاز الإلكتروني حدثت بسبب الجهل، جهل بالتكنولوجيا، جهل بالرؤية الاجتماعية، وضع الثقة في غير محلها. فبالتالي هذا الأمر يحتاج من عندنا إلى منظومة اجتماعية ثقافية تنهض بالمرأة مجتمعيا حتى تمكنها اقتصاديا، وبالتالي تستطيع المرأة أن تواجه كل التحديات اللي تواجهها. لأنه أنا ليس من المجدي أن أنهض بالقوانين وأمكن المرأة اقتصاديا وهي لا تملك سلاح العلم أو غير مؤهلة نفسيا أو غير واثقة بنفسها، ما تعرف حدودها، ما تعرف تميز ما بين الذكورة وما بين أن تسترجل وأن تحافظ على هويتها كامرأة وككيان مهم وكمشارك للرجل وليس ظل ولا تابع. هذا الأمر يحتاج إلى تركيز على بناء شخصية المرأة، لأنه لو كل العالم يطالب بوقف العنف ضد المرأة، لو كل العالم يطالب بتمكين المرأة، إذا ما استوعبت المرأة دورها وإذا ما نهضت هي بدورها وطالبت بحقها وفرضت وجودها. يعني شوفوا إحنا أستاذ أحمد على مر السنوات السابقة كنا نحلم أن تكون المرأة وزيرة لوزارة سيادية. نعم. اليوم من عندنا امرأة بوزارة سيادية وعندنا اثنين من خيرة نسائنا الكفؤات في وزاراتهم وتبوؤوا وصعدوا إلى قمة الهرم في الوزارة، هذا أنا أعتبرها طفرة حقيقة، هذا أعتبره نجاح كبير للمرأة، لأنه امرأة من نفس الوزارة وتدرج وظيفي وتراتبي منطقي وطبيعي وتتبوأ حتى وإن كانت مدعومة من حزب مو عيب الانتماء الحزبي، ولكن أن تكون المرأة في موضعها المناسب ووصلت إلى هذا الموقع بجدارتها وحصلت على ثقة الرجال جميعا، ثقة الأحزاب جميعا، أنا أعتبر حقيقة هذا بحد ذاته مكسب للمرأة. وفقا لذلك المكسب دكتور. نعم، يعني خلينا ننتقل إلى السيدة كوثر العتابي. سيد كوثر استمعت لما تفضلت به الدكتور العابدي، نتحدث عن
بناء هذه الصورة الذهنية بهذا المستوى، ونتحدث أيضا عن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة اللي تجريها الأمانة العامة وبحضور رئيس الوزراء. هذه الحملات متكررة سنة عن سنة، 16 يوم يخصص لمناهضة العنف ضد المرأة. بالتالي هذه الحملات توعوية، تثقيفية، اجتماعات للمرأة، تأكيد على دورها الريادي، هل هي التي أسهمت في خلق هذا التوازن الاجتماعي في المجتمع العراقي؟ طبعا بالمناسبة الدكتورة يسرى علاق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنا عن مراقبة عملها يعني عن قرب وأدي في التفاصيل على إنجازاتها وعملها. للأمانة هي امرأة أعطت يعني وضع للمرأة غير الأوضاع السابقة، يعني هي تجاهد دائما، تحاول بكل ما تستطيع أنه تصل بالمرأة بقوانين وداعمة لهذا الموضوع. أنا كثير من الشخصيات شفت بالدولة مو كل النساء تكون عندها هذه الموضوعة أنه استاند المرأة، ما موجودة عندنا في كل نسائنا، هذه هم مشكلة. إحنا ما نقول إحنا كل نخلي المشاكل على الطرف الآخر، هي إحنا أصلا عندنا مشكلة في نسائنا أيضا، في النساء التي تصعد وتتصدى لا تفكر بتمكين النساء اللي المفروض هي تكون واجهة للنساء، وإنما أيضا تبحث على تمكين وإسناد الرجل، وهذه مشكلة عندنا نعاني من عندها أيضا من ضمن المشاكل اللي يفترض أن تعالج. لكن بالنسبة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكو فد نوع من التغيرات المستمرة، أكو نوع شفنا من النشاط بدأ يبرز نشاطهم بالمجتمع، يأثر ينزل على كل مستويات النساء، تجمعات المنظمات يمهم سماعهم للمقترحات، تبني المقترحات، هذا كله صار في بلورة أنه نصل لهذا المستوى. مثل ما يعني نوهنا أنه حضور دولة رئيس الوزراء في هيك مؤتمر ما صاير عندنا بالسنوات السابقة، هذه أيضا تحسب للسيد السوداني أنه اهتمامه بنفسه، وإحنا نؤكد على أن يكون هو الراعي الأول والمهتم بهذه الجوانب حتى ما تسوق هذه الأمور. لأن بالفعل كما ذكرت الدكتورة، المرأة صعدت اليوم إلى بعض المناصب لكن ما صعدت بسهولة أبدا. اليوم المرأة إذا تريد تصعد لمنصب في أي وزارة أو في أي دوائر الدولة مو بسهولة، لازم تكون امرأة تواجه كثير من المشاكل، كثير من التحديات حتى تقدر توصل لهذا المنصب. فإحنا هذه الصعوبة بصعود المرأة شنو سببها؟ سببها أن إحنا مجتمعنا ذكوري، تفكير جميع الكتل يعني أكثر أو أكثر اللجان تفكيرها دائما يكون ذكوري. ست يسرى يعني إذا المرأة 60% من ست كوثر، إذا المرأة 60% من المجتمع بعد كان مجتمع ذكوري والقرار صار بيد المرأة يعني. أشكرك يعني شكرا جزيلا، كلنا داعمون لدور المرأة الريادي والمنزلي والاجتماعي والثقافي. أشكرك شكرا جزيلا السيدة كوثر العتاد عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني، حدثتنا عبر سكايب من بغداد، وتتفضلين بقاء معنا دكتور نادر العابدي كي نتابع في ملف الآخر. مشاهدي الأحبة كونوا معنا بعد الفاصل. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. تشكل العمالة الأجنبية أحد أسباب البطالة العالية في العراق بعد أن استحوذت على قدر كبير من المهن وتعد منافسة للعمالة المحلية، وإزاء خطرها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني. تقود وزارة العمل والداخلية تقود جهود مشتركة لتنظيم وجودها ومحاسبة المخالفين. خلونا نفتح وياكم هذا الملف الحساس والمهم، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعده لنا الزميل علي حبيب. ما تمثله اليد العاملة العراقية في مختلف القطاعات وفق قانون الاستثمار العراقي يقابله الرقم ذاته من العمالة الأجنبية في حال عدم وجود التخصصات المطلوبة محليا، وغير ذلك يمنع القانون أن تتعدى نسبة العمال الأجانب في المؤسسات الخاصة 5%. إلا أن عدم الالتزام بالقوانين النافذة جعل البلاد أمام مشكلة عرضت الاقتصاد لحالة انكماش وركود بعد أن تجاوزت نسبة العمال المستقدمين حاجز 80%، فإن الأمر بات يهدد بشكل واضح العمال المحليين، إذ ارتفعت نسب البطالة والفقر إلى أرقام دقت نواقيس الخطر بعد أن احتدمت المنافسة في سوق العمل بين العاملين. وأزاء هذا الخطر علقت وزارة العمل منح السمات والتراخيص للشركات الأجنبية الموردة للعمال الأجانب إلى حين وضع الآليات الدقيقة التي تنظم هذا الملف،
وبالتنسيق مع الداخلية. سنبدأ أولا وسنعمل على حصر هذه الأعداد. المعلومات الأولية عندنا تشير إلى وجود مئات الآلاف من العمالة الأجنبية غير المرخصة، لذلك سنعمل على تنظيم هذه العمالة وإجبار أرباب العمل الذين هم الذين جاءوا بهذه العمالة والشركات المعنية اللي تورد هذه العمالة إلى تطبيق القانون. القانون يفرض على كل عامل أجنبي، يعني على رب العمل اللي يشغل عامل أجنبي يكون يشغل قباله شنو؟ أحد العاطلين عن العمل العراقي، وعليه إحنا إذا استطعنا أن نحصر، لأنه التقييمات الأولية عندنا ما لا يقل عن 700,000 إلى 800,000 عامل أجنبي يعمل بشكل غير قانوني في العراق. وتشكل ظاهرة العمالة السوداء تهديدا آخر متمثلا بتهريب العملة المحلية، فهذه الأعداد الكبيرة فتحت المجال أمام حوالات بمليارات الدولارات تخرج سنويا من العراق عن طريق العامل الأجنبي، فضلا عن التهديد الأمني الذي يكمن في ضعف قواعد البيانات ومخاطر استغلالهم في تنفيذ عمليات إرهابية. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أجدد ترحابي بضيفة الكريمة دكتورة ندى العابدي الباحثة والأكاديمية، حياكم الله دكتورة ندى. وكذلك أرحب بضيفي الكريم أستاذ صالح الهماش الخبير الاقتصادي، حياك الله أستاذ صالح. أستاذ صالح، أبدأ مع حضرتك. لما يتحدث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن 800,000 عامل من المتوقع أنهم متواجدون في العراق وغير مسجلين، هذا الخرق خلينا نسميه بهذا المعنى، من يتحمل مسؤوليته؟ هنالك وزارة داخلية، هنالك وزارة عمل مسؤولة عن تسجيل الأيادي العاملة، وبالتالي أكو متعلقات مالية ترتبط بوجود هذه العمالة، كيف تنظر إلى هذا الأمر برمته؟ تحية لك يا سيد الفاضل وعلى ضيفتكم الكريمة وإلى مشاهديكم الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة. حياك. طبعا اليوم شكل العمالة داخل العراق مشكلة كبيرة تهدد سوق العمل العراقية، هي منافسة لسوق العمل، رغم أنه سوق العمل في العراق يعني هو يعاني من مشاكل بعدم وجود وظائف تكفي للأيدي العاملة العراقية، فدخلت هذه الأعداد الكبيرة. لا توجد أعداد حقيقية أو تقدير يعني إحصائية حقيقية لهذه الأعداد، لكنها تتجاوز المليون بكثير. هناك قانون يحدد العمالة الأجنبية، بعض الاختصاصات الغير موجودة أو النادرة ممكن أن تدخل العراق، لكن دخلت اليوم العمالة البسيطة أو على مستوى العمال الغير ماهرين والماهرين اللي هم ينافسون سوق العمل، وخاصة قطاع الخدمات الموجود. أصبح قطاع الخدمات خالي من أو مشلول من القوى الأيدي العاملة العراقية، يهدد أولا بزيادة البطالة في العراق، يهدد أيضا في خروج الأموال من العراق، يهدد في نقل عادات وتقاليد وسلوك أيضا من المجتمعات الخارجية إلى مجتمعات داخلية. يجب أن يكون هناك قانون يضبط هذه العمالة. اليوم تتحمل وزارة العمل، هي الأب الأكبر، هي المسؤولة عن هذه العمالة، لأن هي اللي تعطي تراخيص للعمل داخل العراق، وهي اللي تصدق على عقود العمل، وهي تعمل بقانون العمل العراقي رقم 37 لعام 2015 اللي يحدد العمالة، اللي يحدد قانون العمل، يحدد القانون العمل العراقي والغير العراقي الأجنبي ضمن قانون العمل العراقي، فهي تتحمل المسؤولية. كان المفروض عليها أن تقدم بلاغات، ولديها أيضا مفارز، يعني ولديها لجان تخرج تتابع المضمونين وقانون العمل وتطبيقه من قبل أرباب العمل وتشاهد هذه، وكان المفروض أن تكتب تقاريرها وترفعها لوزارة الداخلية حتى تتخذ الإجراءات كقوة تنفيذية تجاه هذه العمالة الموجودة. لكن اليوم نشاهد اليوم العمالة تزداد يوم بعد يوم، عدم وجود قانون واضح لتنظيم هذه العمالة، عدم وجود جدية في الحد، ليس محاسبة الحد من هذه العمالة. العمالة الوافدة سواء في العراق أو كل دول العالم هي موجودة ومسموح بها ضمن قوانين وأنظمة تحددها الدولة. ولكن نتحدث عن غير المسجلين، يعني هذا الموضوع يعني خطير جدا بصراحة، وله تداعيات أمنية. دكتورنا دا وجدت ترحاب بحضرتك، نتحدث عن إحلال العمالة العراقية عندما يكون هنالك إحلال وإبدال، بالتالي نتحدث عن فرص عمل ضائعة للشباب العراقي، ومن جهة أخرى تدني بالأجور، يعني حتى صاحب العمل تستقطب هذه العمالة الأجنبية باعتبار أن أجورهم منخفضة. وين الخلل؟ شنو الفوائد وشنو المضار؟ يعني لا شك أن قضية أو موضوع إحلال العمالة واحدة من الأمور اللي تشكل ربما
تهديد للبنية الاقتصادية للمجتمع العراقي. احنا نتكلم عن عمالة أجنبية، ولكن هل لاحظنا هذه العمالة أين تعمل؟ هل زاحمت أو نافست العامل العراقي على مفاصل مهمة في الاقتصاد، مثلا صناعية أو زراعية؟ هل ساهمت في إحلال أيدي عاملة أجنبية وإبعاد الأيدي العاملة العراقية في شركات مهمة عراقية أو في مصانع مهمة عراقية؟ المشكلة تكمن في أن تعطيل الاقتصاد العراقي وعدم تحديد هويته وتعطيل الكثير من المشاريع الصناعية والزراعية واللي حقيقة كانت ترفد، مو بس العراق، ترفد حتى الدول المجاورة بالمختلف المنتجات المهمة واللي حصلت على موثوقية الآخرين. المشكلة عندنا تعطيلها هذه يمكن انطفد نوع من النشاط للقطاع الخاص، وبالتالي هذا القطاع الخاص مع عدم وجود محددات تحدد عمله أصبحت هناك نوع من الانفتاح على العمالة الأجنبية، للفرق الشاسع ما بين الأجور بين الأيدي العاملة العراقية والأجنبية، فضلا عن طبيعة الشخصية العراقية. أستاذ أحمد، ربما العراقي يتميز بجزء من شخصيته تكون بها نوع من الرفاهية أو نوع من الترفية اللي تخليه قد يتعامل مع بعض الأعمال بنوع من الفوقية، فهذا ينطي يخليه يصطدم دائما برب العمل، وبالتالي قد لا يؤسس لبقاء في مكان العمل. لذلك يلجأ القطاع الخاص إلى أن يستقطب العمالة الأجنبية اللي تقبل بربما نصف الأجر، وفي قبالة ذلك هي عمالة ربما تكون أكثر تقبلاً للأوامر، أكثر قدرة على الصبر مع ما يجري في القطاع الخاص، وعدم وجود رقابة وعدم وجود قوانين تنظم العمل في القطاع الخاص. هذا أدى بي إلى أن يصير الإقبال على هذا الموضوع. أنا أشوف أنه الحقيقة هذا الأمر ما تتحمله إلا الجهات الحكومية في هذا المجال، لما توفر فرص عمل في مصانع، في منشآت، في قطاع مختلط، ذاك الوقت نقدر نعتب على اللي يزيح أو يستخدم البديل عن الأيدي العراقية. ولكن مع وجود هذا الكم الهائل من التعطيل في مفاصل الحياة الاقتصادية، بل شل الاقتصاد العراقي وجعله اقتصاد، جعل المجتمع مستهلك، ذاك الوقت أكيد مثل ما نستهلك سلع أيضا نستهلك عمالة بالتأكيد، وبالتالي هذا راح يكون ضرر زيادة البطالة. يعني إحنا كمجتمع نفطي إذا ما قارنا يعني بلد نفطي إذا ما قارنا نفسنا بالدول النفطية، والعراق يمتلك ثاني أكبر احتياطي في العالم، يفترض أن تكون هذه العمالة خادمة للمجتمع العراقي، مو ندور على خدام من داخل المجتمع. يفترض أن يتم النهوض بمستوى الشباب العراقي علميا واقتصاديا، أن يكون لهم دور أكبر بالمجتمع. إحنا ما نريد عامل ينظف في محل أو يكون يعني طباخ في محل، إحنا نريد شبابنا العراقي يكون له دور كبير في البناء. الأيدي العاملة هذه هي حقيقة بأجور يمكن خجولة، وب ربما ساعات طويلة من العمل وإرهاق كبير واستنزاف لا يستحق العامل العراقي، يستحق أفضل فرص أفضل من ذلك. طيب أستاذ صالح، نتحدث عن القوانين التي تنظم هذا العمل، وإن كنت حضرتك اقتصاديا ولكن هذا الموضوع أيضا مرتبط، تنظيم العمل لهذه الفئة العمالة الواردة إلى العراق. نتحدث عن قانون رقم 18 لسنة 1987، وكذلك قانون رقم 37 لسنة 2015 المعدل، أصدر به مجموعة من النقاط المهمة بأنه يتضمن أكو طلب يقدم إلى الجهة المعنية، ومن ثم هنالك بيانات لهذه العمالة التي تدخل للعراق، وأيضا هنالك إجازة قانونية وإجازة أمنية حتى تكون الأمور تحت السيطرة ولا تحدث هنالك خروقات. بالتالي لما نتحدث عن هذه المسارات، هل هي التي تجعل دخول العمالة غير الشرعي حتى لا يلتجئون
إلى هذه المسارات القانونية، ومن الممكن أنه العامل اللي عنده ورقة قانونية يجوز يكون أجوره أغلى من العامل اللي دخل دخول غير شرعي. أستاذ، هناك يعني جهتين أساسية أو هناك نافذتين لدخول العاملين. هو النافذة الأولى هي أن تكون هناك مكاتب توظيف مختصة ومجازة، هي تقدم هذه العمالة وتقدمها ضمن اختصاصاتهم طبعا، يعني ضمن عاملة عمال ماهرين عمال غير ماهرين، اختصاصات معينة بالحدادة أو النجارة أو الخدمات أو الطبخ أو الاحتياجات اللي تقدمها. هذه المكاتب تكون مجازة أو عن طريق النقابات العمال هي التي تتحدد هذا أيضا الموضوع، أيضا تدخل بهذا الجانب. إضافة إلى الإقامة التي تقدم، أغلب العمال الموجودين الآن هم يأتون على شكل سياحة ليست بعقود عمل، هذه من ناحية. من ناحية ثانية هناك فوضى في السوق العراقية، يعني هذا القانون عندما نتكلم عن قانون 37 لعام 2015 المعدل اللي هو قانون العمل، نظم العمل العمالة المحلية والعمالة الوافدة بهذا القانون، نشاهد وزارة العمل لحد هذه اللحظة لم تكن يعني بمستوى تطبيق هذا القانون بشكل صحيح، لعدم وجود جهات تمنح مزاولة طيفنا. أغلب المهن الموجودة وأغلب المحال التجارية والمتاجر والمطاعم بل حتى منشآت، بعض المنشآت غير مجازة وغير لا تملك إجازات العمل داخل العراق رغم أنهم يمتلكوها عراقيين. لذلك عدم وجود السيطرة لأغلب المحلات أغلب المتاجر هي غير مجازة، لهذا يوظف هؤلاء العمال لأنه غير مجاز وغير مسجل لدى الدولة. هذه الفوضى الموجودة في السوق العمل العراقي وفي السوق العراقي وفي الاقتصاد العراقي أدت إلى هذه الفوضى، إضافة إلى الفساد الموجود. يعني نترك الفساد هو عامل أساسي في انتشار هذه الفوضى. هناك فساد من قبل الجهات اللي تتابع هذا الموضوع غير جدية، وهناك تدخل بها أيضا رؤوس أموال وتدخل بها رشاوى وتدخل بها كثير من الأمور أدت إلى تفاقم هذه المشكلة. أعتقد اليوم ليس قانون العمل العراقي قانون جيد يعني لكن غير مطبق، لكن يحتاج اليوم إلى قوانين أخرى أشد قوة بتنفيذ هذه الأعمال وتنفيذ هذه المهام التي تحد من العمالة الوافدة العراق. من ناحية ثانية اليوم على الحكومة العراقية وعلى وزارة العمل بالذات هي المختصة بهذا الموضوع أن تتابع الضمان الاجتماعي، هو العنصر الأساسي اللي يضبط العمل. أغلب العمال لديهم ضمان اجتماعي، لذلك نشاهد عدم وجود رقابة وعدم وجود إحصائية. هذه العاملة الأساسية اللي جعلت اليوم الوفاة العمالة الوافدة بهذا الكم. نتكلم عن قوانين وزارة الداخلية، دائرة الإقامة هي اللي تمنح الإقامة داخل العراق ونوع الإقامة، إقامة العمل، إقامة الصحة، إقامة السياحة ومدة الإقامة في العراق. أيضا هي متقاعسة تجاه هذا الموضوع، وهم نحن نشاهدهم بالشارع، نشاهد يعني واضحين، لكن نشاهد وزارة الداخلية لا تتحرك ولا تحرك ساكنة تجاه هؤلاء العمالة اللي هم أغلبهم مخالفين. هناك عمالة مجازين فقط اللي يعملون داخل بعض المشاريع الاستثمارية اللي منحتها الحكومة وأعطت مواصفات لهؤلاء العمال، أما يكونون فنيين أما اختصاصات غير متوفرة. فنشاهد هذه الجهتين اللي هي وزارة الداخلية ووزارة العمل هي اللي فاقمت المشكلة لعدم وجود جدية في محاربة أو الحد من هذا الموضوع. أما بالنسبة للقوانين، نعم قوانين موجودة ولكن يحتاج إلى تطوير وإضافة بعض القوانين، ليست بالمعقدة وليست بالصعبة، ربما لمجلس النواب جلسة أو جلستين ممكن أن يحدد أن يسن مجموعة من القوانين تحد من هذه الظاهرة، لكن بنفس الوقت يحتاج إلى جهاز تنفيذي يستطيع أن ينفذ هذه القوانين. اليوم القوانين المعمول بها حاليا هي قوانين ربما نقول اثنينات صعبة. أستاذ صالح يعني نعم. خلينا نشرك دكتورنا دكتورة، يتحدث الأستاذ صالح الهماش عن سن قوانين وتطبيق قوانين وسط ما يقوله وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأنه يجب أن تكون هنالك موازنة بين تكليف العمالة بمهام وأعمال وتعيين أبناء البلد، يعني تكون هنالك موازنة، كل هالقد يعني من العمالة يقابلهم هالقد من أبناء البلد، منو راح يضبط لنا هذه المعادلة وهذه النسب؟ هذا من جهة. من جهة ثانية أحب تعرجي لي دكتورة عن ضبط إيقاع هذه العمالة. إحنا نشوف هسه أكو جنسيات غير عراقية حتى امتهنت مهنة التسول، وهذا الموضوع فيه خطورة اقتصادية وأمنية كبيرة. نعم، لا شك أن قضية الموازنة هذه مهمة الجهات الحكومية الوزارات القائمة على هذا الموضوع، فضلا عن الدور الحكومي في توفير فرص العمل المناسبة واللي تليق بكرامة المواطن العراقي. يعني احنا خلينا نكون واضحين وصريحين، هذه الأيدي العاملة وين تشتغل؟ يعني خلينا نشوف الأماكن اللي تم استبدال بها المواطن العراقي عن بالأيدي العاملة الأجنبية. يعني حتى في أحد السنوات في دولة الإمارات العربية
على ما أذكر تم إبعاد العراقيين عن بعض الأماكن اللي يعملون بها لأنها لا تليق بكرامتهم، لا تليق بكونهم أبناء بلد غني ويعيشون مستوى محدد. تدري حضرتك أكو نوع من الأمور اللي تأثر في بناء الشخصية العراقية، العشائرية، التقاليد المجتمعية، فهو لا يستطيع أن يعمل في أي مكان. هذه الأيدي العاملة إذا أردنا أن نضبط إيقاع عملها أو نضبط نعمل نوع من الموازنة، علينا أن نوفر أولاً فرص عمل جيدة لابن البلد، لأن في كل الدول هنالك أولوية لابن البلد. يعني حتى البلدان الأوروبية اللي هي أصلاً خالية من الأيدي العاملة وتستقطب الأيدي العاملة الأجنبية، أيضاً تخلي اعتبار لابن البلد وتحفظ كرامته ودائما تكون إلى الأولوية. يعني العامل اللي يجي من برا حتى وإن كان يحمل شهادة عليا لا ينافس ابن البلد، هذا إلى ما يخصه في قوانين معينة تضبط عمله كأجنبي، وهنالك قوانين هي حقوق، هي حقوق مواطنة يحصل عليها المواطن ابن البلد. فيما يخص انتشارهم وحقيقة دخول عدد كبير منهم بطريقة غير قانونية وغير شرعية، هذا يعود إلى حقيقة مدى ضبط الحدود. يعني لأن تدري حضرتك ذولا دخولهم ربما بعض منهم ما نعرف ما هو الغرض من دخولهم، هل هو فعلا للتسول أم هو لنشر أفكار، لنشر المخدرات، للقيام ب يعني تفعيل الجريمة داخل المجتمع العراقي. مجتمعنا خب ما عايز نصف البنية، وإحنا مجتمعنا أيضا يعني تدري حضرتك طالع من حروب ويئن من مشاكل عديدة، فضلا عن مثل ما ذكر السيد الهماش أكو بعض الأيدي العاملة اللي تدخل ربما لنسف منظومة قيمية أخلاقية. يعني ما نعرف ما هي من هي الجهات اللي بعيدا عن نظرية المؤامرة. لذلك الحقيقة تتكاتف كل المرجعيات اللي موجودة بداخل المجتمع حتى تقنن. احنا ما نقول احنا ما نحتاج ايدي عاملة، نحتاج بعض الاماكن نحتاج بها الى خبرة الاجنبي حقيقة في كثير من المواضع مو عيب، ولكن نحتاج الى تقنين وان تكون هنالك رقابة، ان يكون هنالك فحص لبعض من هؤلاء العمال يحملون امراض انتقالية خطيرة مثل الايدز وغيرها. فبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف، يعني ضبط الحدود، وزارة الصحة، تنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، أيضا جهد الاستخبار للمواطن حتى يساند الحكومة في هذا الجهد. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة ندى العابدي الباحثة والأكاديمية، والشكر الموصول لجنابك الأستاذ صالح الهماش الخبير الاقتصادي. الشكر الكثير لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.